جيناريكو ماريجا الله جيناريكو ماريجا الله جيناريكو ماريجا الله سلام عليكم ماريجا الله سلام عليكم ماريجا الله سلام عليكم ماريجا الله مرحبا بكم 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 اهل الوادي اعلن بها السلام اهل الوادي اعلن بها السلام اولف او بلد الألفة والتآلف إقليم من أقاليم الولاية الأربع كما تعد دائرة أولف همزة وصل بين شمال الجزائر وجنوبه وهي واحدة من دوائر ولاية أدرار الإحدى عشر أولف انبثقت بموجب التقسيم الإداري لسنة 84 و900 وألف وهي تقع شرق ولاية أدرار وتمثل الجهة الغربية من هضبة تدكيت بين خطين عرض 28 درجة و30 درجة 26 شمالا وخط طول 0.30 درجة وواحد فصل 30 درجة يعد المرآة الحقيقية التي تعكس بصدق عادات وتقاليد كل مجتمع بصورة جميلة ومتقنة فإننا نجد هذا يتجلى بوضوح في تلك المنتوجات الحرفية التي توارثها الأحفاد أبا عن جد والمتمثلة في الصناعة والحرف التقليدية وتعد المنسوجات التقليدية واحدة من الفنون المزدهرة التي يعرفها سكان الجزائر عامة ومنطقة تدكيت أولف خاصة حيث قاموا بإنتاج الزربية والبساط الشعبي الحنبل قبل أن يتعلموا بناء مأوى لأنفسهم فصنعوا الخيمة قبل البناية قبل البناية الطينية وتفننوا في إنتاجها شكلا ومضمونا فعكس طبيعة حياتهم الاجتماعية من طقوس فتلك الزخارف التي يغلب عليها الطابع الهندسي والقليل من الأشكال الزخرفية الحيوانية والنباتية والآدمية بحركتها المختلفة والتسطح اللوني الداكن الذي يميل إلى الألوان الأساسية الفاقعة والتناظر من حيث احتواء التصميم نجد هذا يتجلى بوضوح وبطريقة جميلة وعجيبة في كيفية استطاعة سكان الألفة أقول سكان الألفة ربط الأصل بانتشار ودون أن ينسلخ هذا عن طابعها الخاص
وهذا ما يسعى إليه العاملون بمركز التكوين المهني تطبيقا لتعليمات وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة السياحة والصناعة التقليدية بالجزائر. في إطار برنامج مسطر من قبل الدولة في الصناعات التقليدية وخاصة منها النسيجية، هناك برنامج لتكوين هذه التخصصات وفئات معينة من أجل الحصول على مؤهل للقيام سواء بمشاريع في إطار الصناديق المختلفة، صندوق كناك أو لانسيج أو غيرها من الصناديق الأخرى وغرفة الصناعة التقليدية. وهذا البرنامج مسطر مركزيا، وهناك اتفاقيات جماعية بين مختلف هذه القطاعات من أجل التكفل بهذه الفئات والقيام بتأطيرهم. هناك مؤطرين سواء أساتذة مرسمين أو مؤطرين من أجل تلقين معارف لهذه الفئات قصد تأهيلهم للقيام بمهامهم في إطار هذه الاتفاقيات. ومن بين أهم التخصصات الموجودة في المركز النسيج التقليدي، والمستوى المطلوب في النسيج التقليدي هو مستوى محدود، مثلا من فئات مستوى الدنيا ابتدائي وغيرها، أو طور مختتم فيما يخص محو الأمية. وأهم شيء يمكن أن نركز عليه واتفاقيات مثلا مع قطاع الصناعة التقليدية كذلك، لأن يعتبر قطاع التكوين المهني كخزان للمنتوج الذي يتم عرضه في هذا الجانب. ولا يخفى عليكم قضية ترويج لقطاع الصناعة التقليدية هذه المنتوجات في إطار القيام بمثلا ترويج الصناعة التقليدية الصحراوية مثلا من الدرجة الأولى. ولا يخفى عليك أن قطاع التكوين المهني يقوم بإنتاج منتوجات توصف بأنها في مستوى هذه تطلعات هذا الاختصاص بالذات. والشيء الآخر الذي يمكن أن نلفت انتباه أن قطاع التكوين المهني مؤخرا قام ب التخصصات الأخرى في إطار تأهيلي، مثلا كالسجاد التقليدي، وهناك مسابقة أيضا وطنية ومركز التكوين المهني بأولف بالضبط يشارك فيها كأحد المراكز على مستوى الولاية الذين لهم باع وخبرة، وهناك مؤطرة وأستاذة كذلك لها خبرة حوالي 10 سنوات في هذا الاختصاص. هو نسيج تقليدي ولا نسيج الزرابي التقليدية ولا نسيج الحنبل أو البساط الشعبي بشتى أنواعه، فيه الزربية النسيج العالي، فيه النسيج الأملس، فيه الحياكة المحفوفة، فيه الحياكة المحفوفة زي العقدة، بالإضافة إلى أشياء بسيطة. يعني كاين حوايج اللي استغليناهم من كل جهة، يعني من كل منطقة. كاين عندنا زربية ولاية أدران المعروفة بزربية فاتيس، عندنا زربية غربية، عندنا زربية كل جهة. مادا بينا الجيل هذا يتعرف على جميع الأنواع، أنواع الزرابي الموجودة أو جميع الزخارف، باش ما يكونش جاهل للماضي. مادا بينا يكون عنده فكرة على الأقل، ولو فكرة أولية على الشيء اللي كان بين يدين أجدادنا وماتنا والإرث اللي خلاوه لنا، ومادا بينا نحافظوا عليه. ومادا بينا الجيل هذا اللي راه جاي، ولا الشابات ولا بناتنا الفضليات، يعطوا ولو جزء بسيط من حق لهذا الاختصاص، سواء كان في الزربية ولا في الجلود ولا في اي حاجة يعني، ولا في الخياطة ولا في اي حرفة. المهم باش ما نبقاوش جاهلين الماضي، واللي جهل الماضي ما عنده مستقبل ولا حاضر. موضوع الزربية التقليدية
أو النسيج التقليدي كما يصطلح عليه في مدونة الشعب للتكوين المهني. هذه الحرفة معروفة ومتأصلة ومتجددة في المنطقة، منطقة تليد وهي منطقة أولف بالخصوص. لا يخلو بيت ولا تخلو أسرة من منسج، لا تخلو بيت ولا تخلو أسرة من سدية، لا تخلو دار من مدرة. هذه المصطلحات وهذه الأدوات تستعمل في صناعة التربية. لا عروس تروح إلا بالحنبل، ولا بيت للضياف إلا بما يسمى بالحنبل. هذه الأفرشة وهذه المعدات كلها تحاك في البيوت. لذلك هذه الزربية ولهذا المنسوج يعتبر متجذر في المنطقة، ولذلك أردنا الحفاظ عليه وأردنا أن يبقى ما دامت الحياة في المنطقة. حاولنا أن لا تبقى مقتصرة على بعض الأسر ولا تبقى مقتصرة على العجائز، لأن بعد عمر طويل لا تندثر هذه الحرفة. فوجودها في التكوين المهني، وبما أن مدونة الشعب تحتوي على النسيج التقليدي، أردنا أن تكون هذه المؤسسة اللي هي مركز التكوين المهني بأولف ضمن هذه الكوكبة من المحافظين على هذا الموروث وعلى هذه الصناعة. الخصوصات التي يحافظ مركز التكوين المهني محافظة عليها تمثل في تخصص النسيج التقليدي، هي صناعة السجاد والنسيج التقليدي، بالإضافة لتخصص خياطة الألبسة الجاهزة، سواء خياطة الألبسة الجاهزة أو الخياط. تقريبا دائما نحاول نقوم بعرض وبأيام أيام إعلامية تمثل في معارض نقوم بها على مستوى هنا المستوى المركز، ونبرمجوها تقريبا دائما في دورات تكوينية تمثل في دورة سبتمبر أو في دورة فيفري. نعطوا فرصة للواتي الذي لديهن مستوى أقل من السنة الرابعة متوسط الأولوج في هذا التخصص اللي هو تخصص النسيج التقليدي، وكذلك بالنسبة للمرأة المكيسة بالبيت. حاولوا دائما نعطيهم فرصة باش يدخلوا لتخصص صناعة السجاد أو تخصص النسيج التقليدي. خفيف اللي هو كيف راكم تشاهدوا امامكم هنا عند المتربصات، اليوم راهم عندهم هذه عمليه التسديه هي عمليه جماعيه، يبداوها بعده الوان، وهذوك الالوان واش الفايده تاع الالوان، نسجوا الالوان نرتبوا لون على لون على لون باش يعطينا هذا الشكل، شكل مربعات باش تطلع القطعه هذا الشكل. على هذا الحال هنا عندنا هذا القطعة، هذا سمات الطاولة اللي هو لانار، نعاود ننسجو ليه قطع صغار. عندنا مادش يكون سوى 40 على 40 سنتيمتر ولا 30 على 30 سنتيمتر ولا حتى 50 سنتيمتر، نستعملو المنديل كما نقولوا كان عشا المنديل تاع الخبز نكبروه شويه، المنديل اللي نطلعوا فيه الخبز يكون الحجم تاعو كبير، صح في كما نقولوا السمات الطاويله يكون الحجم كبير، يكون مستطيل ولا يكون مربع. الادوات المستعمله في النسيج التقليدي اول شيء هي اله النسيج اللي هي كما نقولوا المنسج في السابق كان يستعمل بادوات بسيطه وادوات تقليديه كانت تصنع باليد، اما حاليا في الوقت الحاضر تطورت ورجعوا للآلة ديك هذيك كيما نقولوا حنا المنسج، رجعوه الى اله عصريه. العصريه هذه واش الفائده نتاعها؟ ربح الجهد، ربح الوقت والتنقلات، يعني تنقليها من مكان الى مكان. الادوات تابعه لاله النسيج كاين السدايه اللي هي السابق كنا عملية التسدية اللي هي البداية، نغرسوا الأوتاد على الأرض، عندنا تلت كما نقولوا الطريقة الأولى نغرسوا الأوتاد على الأرض ولا في الجدار ولا حاليا كما راكم تشوفوا على آلة التسدية. الأدوات منها الخلالة، أول شيء لازم نحضر الخلالة باش نثبتوا الخيط، خيط الصوف. عندنا المقص
النقاس كاين نقاس الزج اللي هو تابع لزج الخارج باش نحو الصوف، هي المادة الأولية. المقص العادي وكان مقص التبريد باش كما نقولوا يدير لنا لا فينيسيون تاع الزربيه. عندنا المماد الثاني جبال، كان نوعان من الجبال، كان جبال المقرص وجبال الممدد، كاين اللي على شكل مسطره وكاين اللي يقرص الزربيه ويجبدها باش تحافظ على العرض نتاعها. باش نحضروا الماده الاوليه عندنا عده عمليات. في البدايه تكون عندنا زجة الخروف، نخرجوها من الحيوان. زجة الخروف هذه قبل ما نطبقوها ولا قبل ما تصبح قطعة منسوجة تمر على عدة عمليات، منها عملية النظافة، أول شيء نغسل الصوف، بعد عملية اللي باش تتنقى من هذوك الأتربة والدسوم، بعدها عملية النشب، النشب باش نحو الرواسب العالقة هذيك تاع الحيوان، ومن بعد عملية النشب تجي عملية المشط باش تسهل، هذه عملية المشط باش تسهل لنا عملية القرداش. بعد ما تجي عملية القرداش تجي عملية الغزل. كي تحصلوا على مشقات الصوف بآلة القرداش في النهاية تكون عملية الغزل. تبقى عملية الصباغة هي حاجة اختيارية، كما نقولوا الجلابة والبرنوس، الجلابة والبرنوس دائما ما يتصبوش بالألوان الاصطناعية، دائما عندهم صباغة خاصة اللي هي بالأعشاب الطبيعية، المسواك، عشبة الحنة، الفوة، والرمان، هذو يعطونا الألوان الطبيعية، نستعملوها في الصوف الطبيعية اللي هي خاصة غير بالبرنوس والجلابة والمنديل، أما الألوان الأخرى تستعمل لجميع يعني الأشياء واش حبيت تخدمي، فيها اللون الأحمر والأزرق إلى آخره. في الواقع أن الصناعة التقليدية بالإضافة إلى كونها تعبر عن هوية أمة جزرها غائرة في أعناق التاريخ، نجدها نشاط اقتصادي جد مهم، كونها تساهم بنسب جد معتبرة في الناتج الداخلي الخام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نجد أن الصناعة التقليدية تساهم في خلق مناصب شغل للسوق الوطنية، وحسب آخر الإحصائيات التي تم نشرها من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية بمناسبة اليوم الوطني للحرفي المنصادف ل 9 نوفمبر 2017، حيث تم إحصاء 340 ألف حرفي ساهموا في خلق 890 ألف منصب شغل. هذا كله بالإضافة إلى أن منتجات الصناعة التقليدية تعتبر من أهم موارد الثقافة السياحية التي تعمل على جذب السواح، ومن ثم در عملة صعبة على الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق ندعو الشباب وبالخصوص خريجي الجامعات الحاملين لشهادات في هذا المجال التوجه إلى مختلف الصناديق التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، صندوق الوطني لدعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صندوق الوطني لمحاربة البطالة، صندوق الوطني لتصغير لتسيير القرض المصغر، الاتجاه إلى هذه مختلف هذه الصناديق من أجل بناء نشاطات سياحية تساهم في الاقتصاد الوطني. وشكرا. طبعا الحديث عن اللباس التقليدي يقودنا حتما وطواعية إلى الحديث عن ما يسمى بالسجاد التقليدي، السجاد ماذا التقليدي التي عرفت به طبعا مناطق متعددة من وطننا التي ذكرت قبل قليل بأنها عبارة عن قارة من التراث، فكل منطقة لها طبعا نوعية خاصة من السجاد. مثلا في منطقة وادريغ احنا نسموه الحولي، نسموه ماذا الحولي، والحولي طبعا عبارة عن طبعا سجاد تصنعه النساء طبعا بإبداع خاص منهن العجائز. طبعا الزربية التقليدية طبعا أبدع فيها كثيرا سكان منطقة غردايا وسكان طبعا منطقة تيزي وزو، ولاحظتها كثيرا ايضا في منطقة البرج بوعريريج، طبعا لها طبعا اجتهاد كبير جدا في هذا المجال وايضا منطقة أضرار بشكل عام، وايضا نلاحظها في مدينة مراست
وجهة طبعا وجهة ورقلة أو لف على الخصوص طبعا بماذا بجانب خاص جدا. فقط أركز على شيء مهم لكي يلقى هذا الـ هذا الـ هذا السجاد التراثي طبعا هذا الرواج. لابد أن تكون هناك طبعا دائما أركز على الإرادات الخيرة في إخراج هذا المنتوج للساحة طبعا, وإمكان المقارنة بين هذا المنتوج في كل المناطق الجزائرية. أيضا أركز على قضية أن يتجدد هذا السجاد بلمسات تجديدية. صح يبقى الجرم التراثي موجود, ولكن لا بأس أن يأتي بعض المبدعين ليعطونا لمسات جديدة في إخراج السجاد بطريقة أخرى. لقد لاحظنا بعض النسوة مثلا في اللباس التقليدي, مثلا عندنا القفطان مثلا في منطقة طبعا تمسان, القفطان هذا كانت عند العجائز سابقا له طبعا إخراج خاص, فجاءت الفتيات والنسوة في وقتنا الحاضر فطوروا فيه قليلا مع الإمساك بطبعا الطريقة التقليدية طبعا القديمة, وهذا ما لقي رواجا طبعا في أعراسنا ومناسباتنا طبعا في وفي أفراحنا. شكرا جزيلا لكم. كثيرا ما تأملت تاريخ منطقة أولف ووقفت على أن هذه المنطقة إنما كانت منطقة إبداع, وكانت منطقة إسهام في الفعل الحضاري بالنسبة لوطني الحبيب من خلال تراثها العلمي ومن خلال تراثها الثقافي ومن خلال ما قدمته للوطن في شكل علماء في شكل مفكرين في شكل أبطال مجاهدين. هذه الملاحظة إنما تجعلنا نقف على شيء مهم, ألا وهو أن قدرتها على العطاء دائما كامنة, وقدرتها على المساهمة دائما حاضرة. ومن ثم فإن هذه القدرة الموجودة وهذه الطاقة الإبداعية المكرسة من خلال التراكم الفعل الحضاري ومن خلال الإسهام الثقافي والعلمي ومن خلال الإسهام الوطني والحضاري, هذا يجعل الشباب هو محكوم بمجموعة من الواجبات ومحكوم بمجموعة من الالتزامات. مسؤوليته هي المحافظة على هذا الزخم الثقافي الزخم العلمي, أيضا مسؤوليته تكمن في حرصه في ضرورة حرصه على التفوق والتميز علميا وعدم الرضا بالمواقف العادية أو الأماكن العادية. لماذا؟ لأنه بقدر ما اغترف من العلم بقدر ما حاز على السلاح الذي يواجه به المشكلات. ولهذا أهيب بأبناء هذه المنطقة وأبناء الجزائر عموما بأن يركزوا على العلم الاغتراف الحضاري والاستمرار, باعتبار أنهم إنما هم لبنة في حلقة طويلة, فمسؤوليتهم هو أن لا تنقطع هذه السلسلة, سلسلة التراكم المعرفي سلسلة التراكم الحضاري. وبالتالي عليكم أن تشددوا بدءا من الابتدائي, والأمر هذا أيضا عزاؤكم, وأيضا ما يدفعكم إلى ذلك بأن الأمر ليس غريبا عنكم وإنما أنتم تواصلون مسارا أو مسيرة, وبالتالي أن من يواصل المسيرة فعليه أن يحرص حتى لا تتوقف المسيرة عنده, ومن يأخذ المشعل يحرص أن لا ينطفئ المشعل بين يديه وإنما يحرص لكي يسلمه للأجيال اللاحقة. وفقكم الله سبحانه وتعالى, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويعد الاهتمام بالحرف التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار أهم مظاهر الحفاظ على الهوية الجزائرية لترسم معالم الحاضر الجميل الذي تعيشه منطقة تلكلت, بل ويعكس هذا الاهتمام أهمية التراث في عيون القائمين على الحفاظ على الموروث الشعبي التقليدي بكل أبعاده في ظل سيطرة الآلة على الكثير من الصناعات, حتى بات دور الحرف والمنتج اليدوي يتنشأ. وتعد الأحياء الشعبية حاضنة مهمة من معالم الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية التي صاحبت حياة الأجداد لقرون عدة, وكانت أداة يستعين بها في مكابدة الحياة
وما زال الاهتمام بهذه الحرف قائما من خلال حرفيين تقليديين يقدمون ما لديهم من فنون إبداعية ومهارات يدوية تجسد الماضي في أبهى صوره. أولف هذه هي النعيم الجميل الذي يعزف على مطر القلب، لؤلؤة الصحراء الشادية، درة الميادين، أقولها لؤلؤة تحظى أدرار توات الحمراء بها كهمزة وصل. أولف قلت هذه هي.